احنا طبعا في بدايه الموضوع هذا قبل ان استرسل فيه نحب نوضح خاصه واحنا في تلفزيون الكويت وهذا قانون دوله الكويت ان قانون التجنيد الالزامي السابق اللي كان رقمه 102 لسنه 1980 اوقف العمل فيه في القانون رقم 56 لسنه 2001 بعد 20 سنه تقريبا عمل. الوقفه هذه الى ان صدر القانون الجديد رقم 20 لسنه 2015 16 سنه تم إعادة البحث والدراسة ومراعاة والأخذ بعين الاعتبار السلبيات والإيجابيات فيه. تمام. من السلبيات اللي كانت موجودة فيه اللي دعتنا الآن لتطبيق القانون الجديد. تفضل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القادة على القوات المسلحة الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح حفظه الله باعتماد القانون 20 سنة 2000 و15. هذا القانون نزل في الجريدة الرسمية أو توقع في 5 أو 4 10 2015، نشر بالجريدة الرسمية في 10 5 2017. تمام. على أن يعمل فيه بعد سنتين يعني في 10 5 2017 لسن 18 سنة من الذكور لجميع الكويتيين الذكور سن 18 سنة يعني اللي يكمل عمره في 10/5/2017 18 سنة مشمول ويانا. تمام. يعني مواليد 10/5/99 يبتدون ويانا في هذا المشروع. السنتين هذيلي سعادة اللواء كانت يعني مرحلة تمهيدية تجهيزي ضرورة لوجستية مثلا من نزول القانون اي وحد التطبيق. هو من نزول القانون الى الان طبعا استلزمت امور ايضا عملية عندنا، من بعدها صدر القرار الوزاري وبعدها صدر الأمر الإداري. قرار الوزاري طبعا من سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن ثم الأمر الإداري من سيدي سعادة دورة مستندية. إذا متطلبات دورة تطبيق وتبدأ عملية التحضير. طبعا احنا في الوقت الحالي تقريبا فترة التدريب انتهينا من برامجها، وطبعا البرامج هذه خذت منا فترة إعادة دراسة. النظام السابق التدريب كان بحث عسكري، الآن لا، احنا وجدنا او دخلنا في هذا البرنامج نظام تدريب مثلا مع الاطفاء، ان شاء الله راح نكون لنا دور مع وزارة الصحة، راح يكون لهم دور ويانا في بعض الوزارات راح يكون لها دور. هذا خدمي يعني الان التأهيل خدمي. نعم. اكثر أيوة. منا عسكري حمل سلاح. أيوة. استخدام اسلحة في نسبة كبيرة من الخدمي. القانون نفسه القوانين في دولة الكويت ايضا نفسها راح تكون موجودة، راح يدرس الامور كثيرة لسبب رئيسي. لو لاحظت ان المسمى اول كان الخدمه الالزاميه، الخدمه الالزاميه فيها الزام. الانسان بنفسه يكش من كلمه الزام، ما احب احد يفرض علي شيء. نعم. طبع بنادم. الان خدمه وطنيه. حلو، اما اختيار الاسم يعني موفق. ايوه، الخدمه الوطنيه العسكريه، فبالتالي الخدمات راح تعود من خلال هذول المجندين الى الدوله ككل. فعشان كذي دششنا فئات، وان شاء الله راح تدش معنا بعض الوزارات ايضا في التدريب.